اول حاجه هناخد الجبنه الكريمي اللي عندنا. احنا فين؟ احنا هنا كده كده. هنحط الجبنه الكريمي بتاعتنا، وهحط معاها شوكولاته الدهن. خلاص ده كده عملنا احنا الحشوة. ممكن نخفقها بالإيد وممكن نخفقها بال يعني زي ما تحب، وهي ما بتاخدش وقت. شايفة؟ صحيح. في السريع السريع جدا خلصنا. هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ عندنا هنا الحليب، الحليب بنقدر نحط معاه من نفس نوع الشوكولاتة دي، أو بنقدر نحط معاه كمان كاكاو، وهنحط معاه قهوة. انا هحط معاه كاكاو الصراحه. حط كاكاو الكسيح. بالظبط، لان انا بحب الكاكاو بتاع الكسيح لانه زي ما قلنا قبل كده مر. دلوقتي احنا هناخد اسفه البسكوت اللي عندنا، البسكوت السافويار ده بتقدروا تجيبوه من السوبر ماركت، الماركت اللي هو بتاع التيراميسو. هناخد، بتقدروا بقى تعملوا ايه ده، انا بس عايزه تغميسه سريعه. سريعه يعني كده وكده خلاص، بس كده. وممكن لو عايزين ما تقدروا ما تعملوش الخطوه دي وتخلوه زي ما هو ابيض، بس برضه زاكي هيك. خلاص. بعد ما عملنا كده هنعمل ايه؟ هنجيب الخليط بتاعنا. الخليط بتاعنا احنا اوريدي اهو، انا مجهزه هنا في الكيس الحلواني بتاعنا منه. هناخد بقى كده شويه احطه في النص حشوه. يا سلام، بهذا الشكل. بعدين هناخد البسكوتة بتاعتنا وهنحطها كده فوق. اوكي. بعدين هناخد نفس الخليط بتاعنا ده وهغطي بيه البسكوتة بتاعتنا. انا عندي دي متغطسة ودي مش متغطسة، شايفين اهي، دي متغطسة ودي مش متغطسة، بس كده. هناخد دلوقتي الحشوه اللي عندنا دي وهنغطي بيها كل البيسز بتاعتنا دول كلها، هنغطيها بهذا الشكل. يعني بدك تغلفيها تغليف فيها؟ هنغلفها تغليف. ايوه بالشكل ده، كل حته عم تطلع. هنجيب بقى دلوقتي سكينه عاديه خالص، وانا بمسكها كده من فوق ومن تحت. وهنبتدي نفرد الكلام ده على البسكوتات بتاعتنا. خلاص بعد ما غطيتها بقى كلها كده، البندق اهو هناخده نحطه عليها بالشكل ده كده، وضغطة خفيفة. يعني والله هذا حلو خفيف سريع جدا. ودلوقتي هتشوفي شكله هيطلع قد ايه حلو. هناك بغلفه من كل ناحية بالشكل ده. طبعا البندق اللي بيفضل هنا برجع احطه تاني واعمل بيه اللي بعديها. تمام خلاص، احنا كده خلصناها بالشكل ده. هناخد بقى، شايفه اهي، شايفه؟ طيب هنحطها بقى كده هنا ثابته وواقفه. بصي بقى شكلها. انا دلوقتي هاخد زي ما اتفقنا اللي احنا عملناه ده، الكريمه والشوكولاته. وهناخد القطع بتاعتنا. طيب هنحطها كده من فوق عليها بالطريقة اللي انتوا عايزينها. تمام. طبعا خلاص، يعني احنا دلوقتي التزيين ده مسألة اختيارية، محدش يعني محدش يرتبط باللي انا بعمله ابدا، اللي انتوا عايزينه اعملوه. وهاخد الجليتر الذهبي غذائي. هاي لعبتك الصغيرة عندك هو؟ لا عندك انت. والله. طيب هناخد الجليتر الغذائي اللي عندنا وهنرشه كده على الوش عشان يدينا بهجة في وقت الأعياد. فحركات. طيب هناخد كده شوية منه ونرش بقى. شوفوا ها،
حلا سريع بالشوكولاتة، بدنا عبوة بسكوت ليدي فينجرز، بدنا علبة شوكولاتة دهن وسط، و200 جرام جبنة كريمية، كوبين من الحليب، معلقتين صغار قهوة، معلقتين كبار شوكولاتة دهن، كوبين بندق مجروش. أما للوجه فبدنا كرامبيريز، وكمان بدنا جلتر ذهبي.